بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. منذ أن تأسس النادي الأهلي في 1907 وحتى الآن، النادي الأهلي ومجلس إدارته يراهن على شيء واحد فقط، وهو اسم النادي الأهلي ومصلحة النادي الأهلي وجماهيرية النادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي. وبالتالي، وخلي بال حضراتكم، أي حد عايز يبوظ أي حاجة تخص النادي الأهلي بيحاول دائما إن هو يتدخل أو يعمل حاجة كده ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي في من 1907 وحتى الآن وما بين الجمهور. ولكن أنا شخصيا واحد من الناس اللي اتعلم من جمهور النادي الأهلي. اتعلمت إيه من جمهور النادي الأهلي؟ اتعلمت من جمهور النادي الأهلي المساندة الدائمة والواجبة لكل قرارات مجلس الإدارة، لأنه دائما ما قرارات مجلس الإدارة خلال من 1907 وحتى الآن، دائما قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي بتكون لشيء واحد فقط، والغرض منها، أنا بقولش إنها تبقى كلها صحيحة، ولكن الغرض منها فقط هو أن يكون مصلحة النادي الأهلي فوق أي مصلحة أي حد تاني من أبنائه. عشان كده أنا بقول لحضراتكم إن إحنا دايما وهنفضل ورا نادينا وهنفضل ورا قرارات مجلس إدارتنا كجمهور. أنا دلوقتي بتكلم كواحد من الجمهور، حاجة أنا اتعلمتها خلال فترة تواجدي في النادي الأهلي، وهي أن جمهور النادي الأهلي دائما ما يساند إدارته في كل شيء. في كل شيء، مش في شيء واحد، غالبا بتبقى نسبة من 95 ل 98%، حتى لو مش مقتنع بأي حاجة بأي قرارات، بتلاقي دايما جمهور النادي الأهلي بيساند الإدارة وبيساند قرارات مجلس الإدارة، لأن جمهور النادي الأهلي دائما. وشفنا من أسبوع، الأسبوع اللي فات زي دلوقتي، حد واثنين وثلاث، مليونية على تويتر، ستوب كاف كوربشن، مليونية لمدة ثلاث أيام بهاشتاجات موجودة على تويتر عشان العالم كله يعرف إيه اللي بيحصل في القارة الأفريقية. عشان كده دايما أنا وغيري وناس كتيرة جدا بتراهن على جمهور النادي الأهلي، وحب جمهور النادي الأهلي لمصلحة ناديه، وحب مجلس الإدارة للنادي واتخاذهم القرارات اللي بتبقى دايما في صالح النادي. والقرارات السابقة من 1907 لغاية دلوقتي، دائما لما بننتظر دائما بتكون الاثباتات ان القرارات اللي اتخذها مجلس اداره النادي الاهلي من 1907 لغايه دلوقتي هي دائما ما بتكون، او معظمها يعني بتكون قرارات صحيحه ولمصلحه حاجه واحده بس، مصلحه النادي الاهلي.